هلو، اتمنى لكم يوم جميل. النهارده برضو فيديو تطريز ولكن لحاجات احيانا فيها عيوب واحيانا ما فيهاش عيوب خالص. هنبدا باللي هو ما فيهوش عيوب نهائي وهو القميص ده. القميص ده طبعا رجالي، اي قميص يعني مش حاسه ان هو خلاص بقى مناسب استخدميه ليكي وهيطلع تحفه. القطعه هو شكله بس يعني هو كان نازل منه حريم السنه دي وكان سعره اوفر قوي، فمن ايد ده في رجالي اشتريته. الجميل بقى يا حضرات ان انا هنقش عليه او هطرز، مش عارفه ليه بقول انقش، عامه هطرز عليه من هنا رسمه اللي انتم شايفينها حاليا، هطرزها عليه وهشوف النتيجه هتكون عامله ازاي، واحتمال اروح لحاجه ملونه مش متاكده لسه. بس القميص ده شكله بصراحه ممل جدا وهو باللون ده كده، بس هيليق معاه طبعا لان اللون بتاعه لون بيزك قوي و حلو من الالوان المبهجه كده، البيبي بلو والبلو والحاجات دي، فهعمل عليه الموضوع دوت. هنستخدم مع بعض بقى القلم الحراري وطاره التطريز وابرنا وخيوطنا، ويلا بينا. ترى زي ما انتم شايفين القطعه كده تعتبر خلصت. طبعا ما تتخضوش ابدا وتقولوا ان انا كده يعني ضحكت عليكم، لا والله هي مش ضحك ولا حاجه، ولكن انا حبيت ان انا اشطبها قدر الامكان لان هي طويله وفيها تفاصيل كتير، وزي ما انتم عارفين الحاجات دي اساسا بتاخد وقت طويل. هي بالنسبه لي بصراحه ما اخدتش وقت طويل لسبب اني عملتها وكنت مصره قوي ان انا اشطبها، تمام؟ ما تسالونيش ليه، لان انا كنت بصراحه حابه قوي اشوف النتيجه وشكل البغبغان والتفاصيل دي كلها، ولكن هنشتغل مع بعض القطعة حتى اهو، وحابة اوريكم الالوان اللي انا استخدمتها. لو ملاحظين ان كله 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 بكر خياطة عادي، ده اللون الاساسي في البغبغان بتاعي وهو اللي انا استخدمته في حاجات كتير، تمام. الالوان التانية هي الوان سنيت زي لون الوردة زي لون جذع الشجر، استخدمت اللون البني، ويعني انا صرفت حوالي مثلا 15 جنيه على الخيط، وطبعا الخيط زي ما انتم شايفين لسه زي ما هو، كنت بجيب بكره، ده خيط التعاون اللي ما يعرفوش. هو خيوط شويه تحسوا انها خسرت جودتها، ولكن هي خيوط مصريه جميله مميزه. احنا طبعا شويه عند مساله المقاطعه الخيوط بعيده نوعا ما، ولكن يعني في بعض الخيوط اللي انتم عارفين ان هي من شركات تانية، الشركات دي بحثوا عنها كويس بالذات لو كنت بتشتغلوا تطريز، ففي بعض الخيوط اللي احتمال تكون مفروض تقطعوها. ما تقولوش انه مفيش بديل، لانه اهو يعني انا بعمل تطريز وفي بديل وعملت ده وشكله كويس ومش ناقصه حاجه فعليا، والخيوط دي كمان يعني بتكون مش بتطلع لون ولا التفاصيل دي، فمش هتزعلكم ابدا ان انتوا تستخدموها. طبعا احنا هنعمل دي، انا سايبها لكم مخصوص على اساس نعملها مع بعض، فهدخل كده تمام. اول حاجه بحدد الرسمه بتاعتي بالطريقه دي، وبعدين ببتدي ان انا املى الفراغ او اسيبه زي ما هو. هو كان مفروض ان انا اسيبه زي ما هو، بس انا اللي قررت ان انا يعني قررت ان انا املاها، لكن هي فعليا كانت مفروض تتساب زي ما هي. لحظه كده افتح لكم ضوء زياده. اوكي، اظن كده دلوقتي بقيتوا شايفين التفاصيل. اهم حاجه انه احدد الاول الشكل بتاعي. اوكي، كده انا القطعه بتاعتي اتحددت، بعدين هبتدي املاها. طبعا كنت بملاها باسلوب بسيط جدا، انا مش عبقريه التطريز زي ما انتوا عارفين،
بتعلم وبحب دايما اطلع بره القاعده اللي كتير مننا بيحطها لنفسه، اللي هو لازم مع خيوط فلانيه، لازم مع الشكل العلاني، لازم لازم بالاسلوب الفلاني. لا، انت اطلعي بره الاسلوب ده خالص وشوفي انت هتوصل معاكي لايه. يعني مش حتما خالص تمشي على روتين انت ممكن تكوني متضايقه منه، وده سبب ان انت مثلا مش بتتعلمي الشيء ده، فاهماني؟ فشوفي الاول اهو، ببتدي كده ادخل واطلع زي ما انتوا شايفين، يعتبر ملء فراغ. يعني هو مش تطريز بالمعنى العميق قوي، ولكن هو برضو ملء فراغ. طبعا الغرزة ليها اسم وكل حاجة، ولكن انا مش حابة لا اعقد نفسي ولا اعقدكم باسامي. اهو هو ده الاسلوب اللي انا اتبعته في كل البغبغان اللي انتوا شايفينه ده، واستخدمت كربون قماش، وده كان حاجة غلط لانه مش عارفه اذا كان الالوان دي مثلا هتطلع ولا هضطر ان انا استخدم مزيل بقع، ولكن مش فارقه معايا قوي. انا مستمتعه بالنتيجه وبالتفاصيل فعليا، حتى مش عارفه اذا كان في بغبغان يعني منقاره اسود او لا، بس هي ضربت معايا كده. نخلي المنقار والرجلين سود وحته من الديل شوهتها شويه، فهضطر ان انا اخف الخيط ده وارجع اعمل ازرقات كتير واسود اخف شويتين، فمش مشكلة رهيبة يعني عادي. ولكن هي دي العيوب اللي انا وقعت فيها كمشاكل، وبالطريقة دي بملى الفراغات. اوكي اهو، وفضلت بالطريقة دي اعمل لحد ما خلصته كله. استخدمت اللون الاصفر للورد، وطبعا فيه بتلات ورد طايرة كده، فاستخدمت طبعا اللون الفاقع ده. استخدمت اللون الاحمر للوردة التانية، استخدمت الاورنج للقلب او البطن بتاعت البغبغان، لون الازرق اغلب شكل البغبغان، واحيانا كنت بشقر بالوان تانية زي ما شفتوا اللون الاخضر الفسفوري، شفتوا برضو اللون الابيض اللي هو شوية مش ابيض، هو عطي على بيجات مع المنقار بتاع البغبغان، اللون الاخضر مع الدماغ من فوق، يعني شويه اورنج على اصفر هنا في الديل، ولسه هنا طبعا هيكون اسود مع اورنج مع اللون الازرق اللي انتوا شايفينه حاليا. فيعني مش عارفه، وانا حسيت نفسي ان انا طلعت شويه بره القاعده، لان هو فعليا فارغ ما فيهوش تفاصيل، وكان ممكن يتعمل بلون واحد بس، ولكن انا زي ما قلت لكم كنت طماعة بزيادة ان انا اعمله الوان، وكان عجبني ان هو طالع كده يعني كله كده ملون شكله حلو زي ما انتم شايفين الرسمة كيوت الطريقة دي اهو. فهو بس هنا كده يعني لسه ناقص هنا حتة كده من الديل هكملها، لان انا عاملاها على الاطراف بالتكة، فهكملها وهكويه ووري لكم النتيجة النهائية. ولكن هو ده الاسلوب اللي انا اتبعته في كل القطعة زي ما انتم شايفين، هي بس خيط بسيط بملأ الفراغ، مش بعمل اي حاجة تاني ولا اي تفصيلة. الالوان اخترتها انا واخواتي مع بعض، وده اللي طلع معانا تمام. اتمنى يكون عجبكم، ويلا بينا على طول نشوف شكله بعد ما خلص. يلا بينا. الفيديو القادم هيكون تحدي اكبر بكتير. القميص ده برضو قميص رجالي، والماتيريال بتاعته حلوة قوي. هو عيوبه ان هو مقطع من اماكن مختلفة تمام، ومقلم. المقلمات مش من السهل قوي ان احنا نعمل عليها تطريز ويطلع مقبول، ولكن التحدي ان احنا نشتغل على مقلمات ونطلعها شكلها انثوي قوي في قطعة هي رجالي 100% تمام. طبعا في تقطيع من الظهر، وفي تقطيع من الاكمام، وفي خروم من القم الثاني. بصوا متبهدل، بس ان شاء الله الفيديو القادم هيكون تحدي اكبر من الفيديو ده.